فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. نذكر ان جيبر انهزمت اليوم ضد سابالينكا المصنف الرابع عالميا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون في بلاي 6-4 6-3. للاسف أنس مانجمنت باش تكمل في البطولة هذه، لكن نتيجة ممتازة نحيوها عليها أنس جابر. على كل نواصلوا في فير بلاي. البارح كان دخل معنا في فير بلاي الفهم المعواني، اللاعب اللي كان باش يصحى في نادي حملنف وكان يتعلق على البلاغة اللي هبطوا نادي حملنف حاول رفض اللاعب القيام بالفحص الطبي. اللاعب كان في الرواية هذه كلام ما عجبش المسؤولين في نادي حملنف. معنا قيس بن براد ناطق رسمي باسم الهمهامة موجود معنا بالتليفون باش يوضح او باش يرد على الكلام اللي قالوا فهمي. سي قيس اهلا بك. اهلا اهلا وسهلا. حب جوست ان بريسيزيون، نطق رسمي هو سي منصور بن فرج، للاسف هو مريض توا ربي يشفيه. دونك جوست احنا بور بريسيزي ما نحبوش ندخلوا في حتى بوليميك مع حتى حد. بالنسبه للاعب هذا بقى الاتفاق مع الاطار الفني للانتداب نتاعو واتفقنا مبدئيا على كل شيء، وكان الا الحاجه الوحيده اللي هو حب ينجوري نتاع كونتراكت ونتاع عام واحد. احنا كهيئه مديره وحتى مع الاطار الفني ما نجموش ناخذوا لاعب معناتها من كاليبر هذا على عام واحد. قلنا بعد على عامين القيمه الاتفاق وقلنا نعملوا كلوز ليبراتوار ما، وصار الاتفاق وجاء اللاعب وتم تقديمه ولبس زي النادي الكل وقضى العقد نتاعو ومشى على اساس نهار الخميس مساء نهار الجمعه الصباح يمشي هو اللاعب الثاني الحواشي من غدوه يوم السبت يوم الجمعه لفيزيت ميديكال عند دكتور منظر مبارك، وهذا المعمول به. معنا واللاعب سي با بريزونتي في الفيزيت ميديكال، جا في الحواشي، جا البارحه على خاطر قال ما ثماش حديث على الامر نتاع الفيزيت ميديكال، لا ثم حديث لا بروف اللي الوكيل نتاعو جاء وقعد قدام المكتب نتاع سي منظر مبارك وقعد هو سي طلال بن مصطفى ينتظروا في اللاعب هذا اكثر من ساعه ونص. والملاعب مسكر التليفون نتاعو، قعدنا احنا انتظرنا يوم الجمعه نهار كامل، الملاعب مسكر التليفون نتاعو نهار السبت كيف كيف انتظرناه، ومعناتها قلنا ان شاء الله المانع خير، ما تعرف ينجم يكون فما ظروف وفما كذا، قلنا المانع خير، ما الملاعب ما يسي با مانيفيستي، اتصلنا بالمدرب من بعد وقلنا معناتها اذا الملاعب ما عندوش رغبه وما عندوش حماس باش يلعب معنا ما فما حتى اشكال، سي با بريزونتي ما نجموش كيفاش معناتها منطقيا لاعب تاخذه من غير ما يعمل فيزيت ميديكال. اون بليس احنا اللي صار في البلاغ معناتها هو اللي صار اللي الصفحه الرسميه قالت، الصفحه الرسميه قالت الملاعب ما حضرش في الفيزيت ميديكال وغلق سبل التواصل، هذا اللي صار وقت ما حضرش في الفيزيت ميديكال وغلق سبل التواصل مع النادي وما ما يجاوبش على التليفون وتليفوناته مسكره. ارتأينا بالتشاور مع الإدارة بطبيعة الحال ومع الإطار الفني أنه ما أنت طوينا صفحة من غير حتى مشكلة من غير حتى بوليميك، ما عندنا حتى شكل مع لاعب متخلق وتفاهمنا معاه في معظم لي ديتاي إلا في حكاية العام واثنين هو شد صحيح في حكاية عام وإحنا شدينا صحيح في حكاية اثنين وتفاهمنا حتى على الأفون سور لا بريم دو روندمون اللي تعرف بريم دو روندمون هي تتعطى من الناحيه المبدئيه بعد ما يصير روندمون، لكن مع هذا معناتها رئيس النادي قبل ما يسافر خلى له شيكات نتاعو موجودين معناتها لافونس، واتفقنا في كل شيء ما رانا الا انه ما يسي با مانيفيستي، دونك يسي با مانيفيستي ما مشيش فيزيت ميديكال. نحن طوينا الصفحه من غير لا بوليميك ومن غير حتى شيء، ربي يوجهه خير والنادي راضي حملنف ما يقف على حتى لاعب، هو ربي ان شاء الله يوفقه في كارير وحملنف ان شاء الله تلقى لاعبين اخرين باش تنتدبهم ومعناتها ويعطيونا الاضافه في الماتش، وهذا هو معناتها. في رايك علاش خرج بحكايه الفيزيت ميديكال اللي هو ما فماش منها اصلا معناها الحكايه؟ والله ما نعرف ما نعرفش، يمكن بالك شي فما سوء تنسيق ما بينه وبين الامبريزاريو نتاعو، بالك شي ما نحبش نرجم بالغايب انا، اما الثابت انه الامبريزاريو نتاعو جاء وقاعد يستنى مع سي طالب بن مصطفى مع قدام الواحد قدام المكتب نتاع سي المنظر مبارك الدكتور نتاعنا وما جاش الملاعب، هو ينجم يعرف علاش ما جاش، يمكن فما سوء تنسيق، يمكن ما علموش بعضهم، يمكن واحد، اما احنا منطقيا ما تنجمش نادي يحترم روحه ينتدب لاعب من غير ما يعملوا فيزيت ميديكال مهما كان. باهي خلينا نستغل فرصة وجودك معنا سي قايس، شنو جديد في اخبار الهمهمة؟ والله جديد تعرف حتى احنا حتى التمارين لاقين صعوبات باش نواصلوها باعتبار انه القرار نتاع اقليم تونس الكبرى اللي ولات انه وقفوا النشاط الرياضي، قاعدين نتدربوا ويكلو قاعدين معناتها باعتماد لي ميزور بريفونتيف الكل يومين قاعده تتواصل تدريبات، فما بعض اللاعبين الجدد اللي توا زاد كيف كيف
نتحقوا ونقيد ما انت فما دي تيست قاعدين يصيروا. الستاج بلوك اللي كان من المفروض انه يبدا نهار 11 والمقابلات الوديه اللي كانت باش تبدا من نهار 7 دونك الكل ريبورتي بعد العيد ننتظروا ما انت باش نشوفوا كيفاش باش تقول الامور وما انت تري بروبابلمون كل شيء قاعد يتاخر دونك احنا انا ريبورتي ستاج بعد بعد العيد ان شاء الله تتحسن ظروفه ممكن التنقل هو مبرمج في حمام بورقيبه ان شاء الله تتحسن ظروفه يمكن لينا تنقل باش نتنقلوا لحمام بورقيبه باش يقع اقامه تربص هذايا دونك الانتدابات مازالوا ما اكيد محلوله شنو المراكز اللي حاجتكم بها؟ والله ثلاثه مراكز هما المدرب الاساسيين اللي حاجتوا بهم هما ملاعبي في لاك سنترال عندنا نقص في لاك سنترال معناتها سد فقرات على مستوى الدفاع ملاعبي في وسط الميدان وملاعبي في الهجوم اليوم فما زوز ملاعبي ان شاء الله بعد 6 باش يجيو المقر النادي باش يتفاوض معاهم بالتشاور مع الاطار الفني بطبيعه الحال وان شاء الله ديكو فما جديد اي اعطينا الخبر اعطينا حاجه خلينا ناخذ عندك حاجه شكون الملاعبي اليوم مازال ما نحبش نعطي خبر مادام جايين جايين باش يتفاوضوا اسلام ينجم العرض نتاعنا ما يعجبهمش نجموا ما نلقاوش واحد ربي ان شاء الله يوفقنا بطبيعة الحال شوف الانتدابات تو مش سهل الملاعبيه على المشي قليل برشا احنا السوق الليبيه اللي تفتحت مع السوق السعوديه ما انت تخلي اللي الملاعبيه التوانسه كل ربي يعينهم ان شاء الله يلقاو في ديزوبورتينيتي دو ترافاي البرا بديزوفر اللي بعد ياسر على الامكانيات الماديه نتاع الانديه نتاعنا معناتها التونسي دونك السوق تقلص اللوفر قليله ياسر نتاع الملاعبيه فما زاد توجه اخر بالنسبه لنادي حمام هو ديبويزي في ليزيكيب دو لا ريجيون قاعدين نشوفوا في بعض الشباب اللي معناتها من فرق الاقسام السفلى زاد قاعدين نشوفوا فما امكانيه زاد في تفاوض مع الجمعيات الكبيره من الناحيه الماديه اللي فما سبل تواصل معها فما بوسيبيليتي دو بري نتاع زوز ولا ثلاثه ملاعبيه ديك تاكد اسلام تبدا عندنا حاجه صحيحه نعطيها للجماهير نتاعنا عبر الاذاعه نتاعكم ان شاء الله بالتوفيق لنادي حمام فقط سي قيس اليوم منذ قليل سمعنا اخبار نتاع بطاقه جلب رئيس نادي عادل الدعديع فما حاجه من نوع هذا ولا لا؟ والله مش جديده بالنسبه لسي عادل هذه امور شخصيه سي عادل معناتها هو المفروض يجاوب عليها لكن نجم نسمح روحي باعتباري انا في التواصل معه وانت مقرب مش جديده مش جديده صديقي مش جديده عادل عنده عامين كل مره الحكايه هذه تخرج وفي مناسباتيه مربوطه تري بروبابلمون بظروف وبامور خارج على نطاق الرياضة عادل معناتها اللي يقول هنا اللي ما الأمور هذه ما فهمش منها وعمل لي بريسيزيون داير هو على الباجة نتاعه وقال لي الحكاية هذه ما فهمش منها باعتبار اللي هذه حكاية بطاقة جلب بوقت اللي عيطوله في موضوع معين مشى من 28 أفريل وحتى اللي يقولوا بطاقة جلب من محكمة بن عروس القضية ما عادش من اختصاص محكمة بن عروس ولا تتابع محكمة منوب على ما اعتقد وعمل بريسيزيون هو عادل من على الصفحه نتاعي يوم البارح وربي يهدي وفما قانون فوق الجميع هو في تونس ان شاء الله يطبق على الناس الكل وكل واحد ياخذ حقه اللي عنده حق ياخذ واضح هذيك الصحه شكرا لك سي قيس على تدخلك معنا وكل التفاصيل مديتنا بها مكملين في البلاي حتى الخمسه نتاع الشيء موسيقى الاخبار وبعد راجعين